بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيين سموه وليا للعهد. أعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، داعيا سموه المولى عز وجل أن يوفق سموه لخدمة وطنه الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه من نماء وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.